السلام عليكم، تحية أصدقاء ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كل مغاربة إن شاء الله، وتحية كذلك الأصدقاء ديالنا في جميع الدول العربية إن شاء الله، وتحية كل ملوع إن شاء الله. الإخوان ديالنا الأصدقاء ديالنا اليوم كيف ما كتشوفوا معنا، يعني هنتكلموا شوية على الطيران الحر إن شاء الله. الطيران الحر الإخوان لشحال من واحد، كي كل واحد يعني كاين افكار بزاف، كاين طرق بزاف، كاين طرق كثيره، كاين بزاف ديال الحوايج، وكل واحد الطريقه اللي كتناسبه، وكل واحد الطريقه اللي كيرتاح فيها ان شاء الله. الاخوان ديالنا ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا الطريقه اللي كنستعمل انا، واللي كنشوفها انها عندها نتائج، يعني نتائج زوينه ان شاء الله، اللي هي يعني على حسب، يعني الا خدمنا على الاقل ديالنا واحد شويه، كنحاولوا يعني نطبقوا بعض القواعد اللي كتقدر تساعدنا في الطيران الحر. شحال من واحد كيقول لك واش انا غادي نعمل الطيران الحر ب ب ب ب ب بالطير مثلا، ببغاء ولا اي نوع ديال الطير، سواء الطير صغير ولا طير كبير. الطير الحر يمكن لكم الاخوان ديالنا تعملوه باي طير، سواء كان كبير في العمر سواء صغير في العمر. اللي خصكم تعرفوه هو انه كبير في العمر خصك الخدمه بزاف، صغير في العمر الخدمه شويه، ما غاديش تكلف لك تماره بزاف، يعني هي شويه ديال الخدمه. وكذلك الاخوان ديالنا اللي بغينا نحاولوا نوصلوا لكم، كيف ما شفتوا معنا في الفيديو وكتشوفوا معنا في هذا الفيديو هذا النيت، غادي تشوفوا بزاف ديال المراحل. يعني هذه هي بدايه، هذا الفيديو هذا كنتكلم لكم الاخوان عي بداية، كيفاش بديت هذا الفيديو هذا اللي عملت لكم ان شاء الله اليوم. هذا اول طائرة لهذا الارارونا، لهذا النوع من الببغاء، كما كيتسمى في الدول العربية كيتسمى بالببغاء الذهبي، وكل واحد كيفاش كيسميه، يعني كاين اللي كيسميه الببغاء الذهبي، كاين الماكاو، يعني الماكاو الذهبي او الارارونا، بزاف الاسماء عنده، يعني الاسماء الاسميه اللي الاسماء اللي مشتهر بها هي الارارونا ولا المكاو الذهبي. اخوان ديالنا اليوم كما لاحظتوا معنا وشفتوا ان هذه المرحله هذه بالنسبه ليا انها مرحله مهمه مهمه للطير، سواء كان طير صغير سواء كان طير كبير، سواء كان من 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 الوزن الثقيل او من الوزن الخفيف. الاخوان ديالنا شنو هي هذه المرحله اللي مهمه؟ ان هذه المرحله هذه اللي هي ان كنحاولوا ان الببغاء ديالنا ولا الطائر ديالنا نحاولوا نعاونوه على ليكيبراج، الكيليبراج هو هذاك الكيليبراج ديالو، ولا كيف ما كنقولوا توازن، يحاول يشبر التوازن ديالو ويحاول يتحكم في الجناح ديالو. شحال من واحد يقول لك لا هو ديجا كيكون كيتحكم في الجناح ديالو. بين قوسين الاخوان الاغلبيه ديالنا وتقريبا الجميع كل شيء كيصادف في الحياه ديالو، طيور صغار ولا فراخ صغار كيكونوا في الزنقه مسيبين ولا في بزاف ديال الحوايج. شحال من واحد شاف فيديوهات راه كاينه في المواقع الالكترونيه ان الببغاوات مسيبه، هجم عليها انواع من الحيوانات مفترسه، كتجبر الطيور هذه باقا صغيره. شنو هو السبب؟ كيكون ان هذا الطير هذا، ان السبب شنو هو؟ انه ان هذيك البدايه الاولى ديال الطيران ديالو، ان الطير ديالو ما كاينش محكم، ويلاه كيتعلم يطير، كيقدر يصادف الشجره يضرب في الشجره ويطيح، كيقدر يصادف الحيط ويطيح، كيقدر هنا كيكون الطير باقي ما امتلكش يعني التوازن، في باقي ما عرفش التوازن. بحال واحد الا جبنا واحد الشخص وتعلمه مثلا نعلمو مثلا بيرمي ديال الطوموبيل، ولا تعلمو مثلا شي واحد يلاه عمره ما ركب مثلا في موتور ولا غادي، يعني كتجبر واحد الصعوبه، انسان يعني يجبر واحد الصعوبه باش غادي يتعلم، ولكن كيشبر التوازن، كيولي كيعرف التوازن اللي غادي يستعمل. كذلك الطير، كذلك انا كيف ما اليوم مع الارارونا، ولا شحال مرات مع كيف ما شفتوا واحد الفيديو راه كنت حطيته سبق لي، حطيته مع الكاكاطويس، وسبق لي كان سبق لي ديجا مع الارارونا، ضروري كان سبق لي كذلك مع الكابوني، وكاين طيور اللي فيهم هذه القضيه هذه، ولا كاين اللي ما كتحيدش منهم وصعيبه بزاف. الطير كيكون ما قادرش يشبر الكليبراج ديالو، كتلقى مثلا جناح ديالو كبار فوق القياس،
المهم بزاف ديال الماتش غادي ندخلوا في مجال اخر، لذلك ما نحاولش ندخل في مجال اخر. الاخوان ديالنا نكمل لكم على الموضوع، ان هاد الارارونه اللي خدمت معاها اليوم حاولت نعطيها ثقه في النفس ديالها، وتكسب واحد الثقه في تكسب واحد الثقه في الطيران ديالها، وتعرف بانها قادرة تطير مسافات طويله. لاني يلا يلا هذه بالنسبه ليها هي طارت في الجو، ولا نقول لكم في الجو، يعني في المنطقه حره، طارت واحد المره هي اليوم، والبارح طارت فقط عي في المنزل، يعني في المسافات القصيره. يعني هذه ثاني يوم اللي كطير فيه، يعني يلا ثاني يوم، ولكن باقي باش نكونوا متفاهمين راه باقي ما اكتملش النمو ديالها، ما غادي يكتمل النمو ديالها 100%، حتى باقي لها اسبوع حتى 10 ايام عاد يكتمل النمو ديالها. يعني كما شفتوا معنا في هذا الفيديو غادي يبان لكم الطير انه كيطير بواحد الصعوبه، لان النمو باقي ما كملش، كيكون الطير اصلا الجناح ديالو ولا الديل ديالو باقي ما اكتملش النمو ديالو، يعني صعيب باش يتحكم فيه، خصها تكون الريشه كتمل النمو ديالها باش الطير كيقدر يفتح داك الاجنحه ديالو ويفتح الديل ديالو بواحد الطريقه متوازنه مع المسافات اللي كيضرب ومع المسافه اللي غادي ينزل عليها، باش كيقدر يكون عنده النزول ديالو ولا الطيران ديالو بواحد الطريقه ارتياحيه. وكذلك انت ملي كتشوف داك الطريقه كيفاش كيطير، انت بدك كتعجبك، يعني كتجيك واحد كتشوف الطير انه كيطير بواحد الطريقه ارتياحيه، ما كيحاولش الطير يطير بواحد الصعوبه باش يولي يجي عندك. كما شفتوا معنا في الفيديو، راه شفتوا الفيديو في البدايه ديال هذا الفيديو هذا ديال هذا المحتوى ان شاء الله، راكم شفتوا كيفاش ان الطير يعني جال عندي، وبان لكم الفيديو زوين، راه نورمال غادي يبان لكم واعر، ولكن الا لاحظتوا معايا الطير دار واحد المجهود باش جال عندي، انا بالعاني حطيته، لان الاغلبيه ما غاديش ينتبه لهذه القضيه هذه، فقط الناس اللي دارت الطيران الحر واللي كتعرف شنو هو الطيران الحر. ثاني حاجه الاخوان باش نقول لكم الطيران الحر، الطيران الحر بالنسبه ليا انا ما كنعتبرش الطيران الحر في المسافات القصيره، ان الطير يمشي ويجي لعندك هذاك راه طيران حر، بالنسبه ليا هذاك راه ماشي طيران الحر. الطيران الحر الطير الى ما جابش واحد جوج ثلاثه ديال الدورات عليك راه ماشي طيران الحر. والاخوان ديالنا يعني دائما حاولوا مثلا في الساعه ديال هاد اهم حاجه في هاد الاوقات اللي كيكون الطير بدا كيتعلم يطير، هنايا فين خصكم نتوما تملكوا الثقه ديالو ويثق فيك مزيان ويكون هو كيبغيك، يعني باش يعاونك. هادشي هذا راه مهم لك في الدريساج، وان شاء الله كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تبخلوش علينا بالسبسكرايب الاخوان. ماشي مرحبا، اللي كيشوفني بعدت عليه كيخاف على راسو، كيولي خصو يطير يجي لعندي.